ينضم إلينا من لندن السفير زياد المجالي الدبلوماسي الأردني السابق. أهلا بك على قناة ومنصة المشهد سيد زياد. وبالبداية نريد الحديث عن تفاصيل هذه الزيارة لوزير الخارجية الإيراني إلى عمان، وكيف ينظر إلى هذه الزيارة من وجهة نظر الحكومة في عمان؟ أسعد الله مساءك أخي مالك ومساء مشاهدي قناة المشهد. يسعد مساءك. في الحقيقة نحن نرى أن هذه الزيارة، لنكن واقعيين، صحيح أن هنالك تسخين من جانب إسرائيل، وأيضا في الرسالة السياسية الإعلامية في إيران لإرضاء أيضا الداخل الإيراني لابد أن يكون هنالك مواجهة لذلك التسخين. ولكن وزير الخارجية عندما يزور ثلاث دول في المنطقة، وقبل ذلك كان له اتصال طبعا مع مجموعة من الدول الخليجية، عندما يكون زيارته بداية للأردن ثم مصر وتركيا، فنحن نرى أن هنالك فسحة للحديث الدبلوماسي، للمعركة الدبلوماسية التي تهدف إلى التهدئة وليس إلى التسخين. ونحن نريد أن نبني على هذه التحركات الإيرانية، بداية إذا كان هنالك مخططات لعمليات عسكرية، سواء من جانب كما هو واقع الأمور الآن بانتظار رد عسكري من جانب إسرائيل، ويستدعي بالضرورة أيضا ردا من الجانب الإيراني، أن تكون الصورة واضحة. وهذه الصورة أوضحناها بنيسان الماضي، وأوضحناها عند زيارة وزير الخارجية إلى الأردني إلى طهران، وأيضا في التوافق الخليجي الأردني بأن هذه الجغرافيا ما بين إسرائيل وما بين إيران غير مسموح أن يتم انتهاك سيادتها وسيادة أجوائها في أي صدام عسكري مستقبلي. ولكن إجابة على سؤالك، ما يمكن أن يكون مرامي ذلك، هي رسالة أيضا إلى الحليف الرئيسي للجانب الإسرائيلي وهو الولايات المتحدة، بأن هنالك ما زال فسحة لعمل دبلوماسي لتهدئة الأوضاع لإبعاد هذه المنطقة عن شبح توسعة العمليات العسكرية وتهديد الأمن والسلم الدوليين. طيب سيد زياد، أيضا خلال هذه الزيارة تم الإعلان عن إطلاق حوار ممنهج لمعالجة جميع القضايا الثنائية. ما طبيعة هذا الحوار وفق قراءتك وكيف سيسهم في معالجة لربما القضايا الثنائية بالنسبة للبلدين؟ أخي مالك، لنكن صريحين، ما كان يشوب العلاقات الأردنية تحديدا الإيرانية قبل 7 أكتوبر في العام الماضي، حقيقة بداية أن هنالك وجد الأردن، وليس فقط الأردن ولكن مجموعة من الدول العربية، أن الخط السياسي الإيراني يهدف إلى تصدير الثورة وإلى تغييرات يريد أن يحدثها لدى الجيران، وهذا كان مرفوض، وهذا كان السبب في توتير العلاقات لفترة طويلة. نحن هنا لا نتحدث عن طبيعة العلاقات لأدوات إيران في المنطقة، سواء كنا نتحدث عن حزب الله أو الحوثيين، هذه علاقة يمكن كان تطويرها هو الأحداث التي حصلت بعد 7 أكتوبر تحديدا. ولكن أيضا ملف العلاقات الثنائية كان يشوبه كثير من الأمور المعلقة، هذه فرصة أيضا للعلاقات الثنائية، وهو حقيقة أخي مالك إحنا دائما كنا نتفق مع مجموعة الدول العربية أن دول الجوار يجب أن يحكم علاقاتها مع العالم العربي قواعد القانون الدولي، حسن الجوار، عدم التدخل في الشؤون الداخلية، عدم محاولة التأثير، عدم محاولة تصدير الثورة، نكون صريحين. فكل هذه الأمور كانت هي الشائبة. الآن هنالك تغير واضح في الخط السياسي داخل إيران، ليس فقط بهذه الخصوصية ولكن أكثر من ذلك، هي تحتاج إلى أن يكون لها جوار جغرافي يتفهم موقفها أيضا من الصراع الحالي ما بينهم وبين الجانب الإسرائيلي. ولكن نحن لأننا جغرافيا تقع في الوسط ما بين الطرفين، سألتنا واضحة وكانت واضحة للطرفين بأننا لن نسمح باستهداف سيادة أجواءنا
وهذه الرسالة أصبحت كانت أردنية في البداية، والآن أصبحت رسالة عربية متكاملة يشاركنا بها الإخوة الأشقاء في الدول الخليج بما فيها المملكة العربية السعودية طبعا التي أوضحت هذا الموقف، وفي نفس الوقت نحن نبعث برسالة إلى واشنطن بأنه آن الأوان لأن يكون هنالك تخفيف لهذا التوتر والتفكير في أسباب. لربما يعني الإرسال بمثل هذه الرسالة اليوم إلى واشنطن يأتي أيضا سيد زياد في ظل لربما حديث قطر بأن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة توقفت منذ 3 أسابيع ولا يوجد هناك أي جهود لإحياء مثل هذه المفاوضات، يتزامن ذلك أيضا مع الكارثة الإنسانية التي تزداد يوما بعد يوم في قطاع غزة. هنا نتحدث عن يعني كيف ينظر لهذا الجمود في مسألة المفاوضات حتى اللحظة، ومتى يمكن إعادة إحيائها مرة أخرى؟ أخي العزيز، يعني الموقف الذي دائما أنا بحكم تجربتي وتفاعلي مع هذه المواقع وأني عملت في غزة أقول لك صراحة أن نتنياهو رئيس وزراء لحكومة متطرفة في إسرائيل، وفي الحقيقة هو ليس منذ 3 أسابيع فقط أراد أن يجهض كل الجهود في الحوار الذي كانت تستضيفه مصر والذي تشارك بالوساطة به قطر الشقيقة والولايات المتحدة، لكننا كنا نعلم تماما بأنه نتنياهو لأجندته الخاصة ولأسبابه الشخصية يريد أن يعطل هذا الجهد، وهنالك شرائح من المجتمع الإسرائيلي أدركت أن نتنياهو غير مهتم بالوصول إلى صفقة تؤدي إلى عودة الرهائن من ناحية وإلى وقف إطلاق النار يمهد إلى وقف نهائي لوقف لإطلاق النار ويؤدي إلى فتح مجال سياسي وأفق سياسي يؤدي بالتحصيل النهائي إلى حل الدولتين، لأنه بخلاف ذلك لا يمكن إلا أن تستمر تلك الحالة من المعارك. طيب، وليس فقط سيد زياد إذا بتسمح لي أيضا، كيف تقيم حتى اللحظة ردود الفعل من واشنطن على ما يحدث من هذا التصعيد المتزايد في المنطقة وخاصة في جنوب لبنان؟ سابقا كانت واشنطن تسعى للتهدئة، اليوم هناك تقرير تتحدث عن تراجع في آراء المسؤولين في واشنطن اتجاه الذهاب إلى تهدئة. أخي مالك أشكرك على هذا السؤال، في الحقيقة يعني أنا اليوم يمكن أجبت في إحدى المقابلات على أن المشكلة التي تواجه المنطقة في الشرق الأوسط أولا الأجندة الخاصة لنتنياهو وأيضا التوقيت غير يعني المأسوف عليه حقيقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تأتي في فترة يعني حساسة في منطقة الشرق الأوسط، وللأسف هنالك أطراف عديدة تريد أن تبعث برسائل للجانب الإسرائيلي بأنها تدعمه في معركته سواء كنا نتحدث عن جنوب لبنان أو عن غزة، ولكن دائما السؤال إنه هذه الإدارة الأمريكية هل يمكن أن تتناسى التأثيرات للانتخابات وتأثير اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة على هذه الانتخابات بحيث توجه رسالة على الأقل، يعني نفهم أنها تدعم الجانب الإسرائيلي ولكن هنالك تجاوزات للخطوط الحمراء بطريقة يعني واضحة تماما، يعني عندما نتحدث عن استهداف مثلا الجانب الإسرائيلي إلى الأونروا واستهدافه إلى قوات اليونيفيل واضح الصورة أن الجانب الإسرائيلي لا يريد أن يكون هنالك شهود دوليون على الجرائم ترتكبها القوات الإسرائيلية سواء كنا نتحدث في جنوب لبنان أو في غزة. هذه تحتاج إلى رسالة واضحة من واشنطن لأن الأخطار المحدقة ليست في منطقة الشرق الأوسط وإنما يمكن تبعاتها أن تؤثر على الأمن والسلم الدوليين. واضح، شكرا لك من لندن سفير زياد المجاري الدبلوماسي الأردني السابق على جميع هذه القراءات.